هذا وطلب عدد من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد في محافظة ذي قار بإطلاق الدرجات الوظيفية لهم، مؤكدين استمرارهم بالاعتصام لحين تحقيق مطالبهم. ونشد المعتصمون الجهات المعنية للنظر بمطالبهم وتوفير فرص عمل لهم في الدوائر الحكومية، مؤكدين أن الدرجات الوظيفية التي تخصص لهم لا تتناسب مع أعدادهم. اليوم أمام صحة ذي قار خريجين الإدارة والاقتصاد، يعني بصورة عامة لحد الآن إحنا اعتصام سلمي، وإذا لم ينظروا إلينا بالعين الأبوية ولهذا هؤلاء الخريجين سوف نقوم بالتصعيد تدريجيا، لأن إحنا مظلومين بصورة عامة وتهميش لهذه الاختصاصات وعدم وجود تعيينات إلنا، يعني لا بشركة النفط لا مثلا بالكهرباء بأي تعيينات احنا ما مشمولين. لا من يهم الامر، نحن خريجين إدارة والاقتصاد نطالب بتعييننا المركزي لاننا مهمشين من قبل الاحزاب الذين سرقوا البلد. لا ذنب لنا سوى تعبنا وبذلنا اقصى جهد لنا وتخرجنا منذ سنوات طويلة والان لن نجد تعيين، والسبب لا نعرف مجهول.